وذراعها العسكري الأقدم في المنطقة ميليشيات حزب الله اللبناني. من لندن ينضم إلي الآن رئيس منظمة رجال الأعمال الإيرانيين البريطانيين باباك أماميان. أهلا بك معنا سيد أماميان على شاشة سكاي نيوز عربية. موجة واسعة للغاية من الاحتجاجات، عشرات المدن واحتجاجات غاضبة للغاية، في رأيك ما الفارق بين هذه الموجة وسابقاتها؟ التظاهرات الحالية هي بسبب أن إيران مفلسة اقتصاديا، والشعب الآن لا يثق في هذه الحكومة لأنهم يعرفون بأنه ليس هناك أموال، يعرفون أن هذه الحكومة لم تقدم أي شيء سوى سوء إدارة الاقتصاد. إذا نظرت إلى ذلك فقبل 10 سنوات كل فرد في إيران كان يحصل على إعانة اجتماعية $40 للشخص شهريا، اليوم انخفضت هذه إلى $4 للشخص في الشهر، من $40 في الشهر كإعانة إلى $4 في الشهر. إذن وهذا طبعا قد كسر ظهور عائلات الإيرانية لأن هناك تضخما عاليا جدا، وفي الوقت ذاته طبعا هناك معظم الإيرانيين وخاصة في الطبقة الفقيرة من المجتمع يعتمدون على وظيفة ثانية، ومعظم الوظائف الثانية تتعلق بتسليم بالسيارات وبالنقل، وأيضا طبعا السيارات الخاصة والتاكسيات وغيرها، وهذا له تأثير كثير عليهم لأن رفع سعر البنزين قد أثر عليهم ولا يستطيعون العمل. طيب يعني في تقديرك ما دلالة التغيير هذه المرة؟ لدينا هتاف بسقوط النظام، هتاف بسقوط المرشد وحرق لصورته، وهتاف باسم الشاه ومطالبة بعودته. لأن الشعب الإيراني قد سئم من هذا النظام والذي يدعي بأنه قوة عظمى، وناتجه المحلي الإجمالي قد انخفض ليعادل مستوى مدغشقر. إيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما تدعى لا يمكن أن تسلك سلوك دولة عظمى حينما ينخفض ناتجها المحلي الإجمالي إلى مستوى مدغشقر، وهذا يكسر الاقتصاد ويكسر ظهر البلد. إنهم يريدون أن يوقفوا هذا النوع من السياسة الخارجية، إنهم يريدون أن يحسنوا مستوى معيشتهم، والشعب يعلم بأنه خلال الإدارة الماضية أو في إدارة بهلوي فإن الاقتصاد كان جيدا ومستوى المعيشة كان جيدا. طيب هل ثمة تهديد حقيقي للنظام الإيراني الآن في رأيك؟ أعتقد بأن هذا أكبر تهديد للنظام الآن، وإذا قسمنا القوات الإيرانية طبعا أحدها هو النظام الإيراني نفسه، والثاني هو الحكومة، والثالث هو الحرس الثوري الإيراني. الحكومة تحاول أن تقول للشعب بأن سبب عدم خدمتنا لكم هو بسبب سوء الخدمات، وهو أن لأنه طبعا معظم أموال الحكومة تذهب إلى رجال الدين، إذن هم يقودون الغضب ضد العلماء أو ما يسمى في الحوزات وغيرها، يقولون بأن النظام هو المسؤول. والآن الحرس الثوري الإيراني صامت وهو جالس على الجانب ليرى ما سيحدث بين النظام والحكومة. طيب هذه التظاهرات ربما فاقمتها هذه الحالة الاقتصادية الصعبة للمواطن الإيراني، فاقمتها العقوبات الأمريكية المتصاعدة والخانقة. هذه العقوبات لن تتراجع قريبا على ما يبدو، ما أوراق النظام الإيراني في مواجهتها في تقديرك؟ أولا هو أن هذه العقوبات كانت جيدة لإيران لأنه لأول مرة جعلت هذا النظام يحاسب من قبل الشعب، لا يمكن أن يعتمد على إيرادات النفط لإعطاء بعض الأموال للشعب ثم يستعمل طبعا هذا في توسعاتهم الخارجية. للمرة الأولى هناك محاسبة من قبل الشعب. لحد الساعة الحكومة ليس لديها أي موارد، هناك طبعا موردان، الأول
أو ثلثه يأتي من الضرائب والثلثان يأتيان من تصديرات أو تصدير النفط، ولكن ليس هناك تصدير للنفط، ولهذا فإن الحكومة مفلسة اليوم. شكرا جزيلا باباك أماميان رئيس منظمة رجال الأعمال الإيرانيين البريطانيين.